القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنش وتلات عيون وتلات عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، معي عاشق من عشاق الراديو، معي مستمع من المستمعين اللي بيحبوا قوي الجهاز العظيم، بيحبوا برامج الإذاعة، بيحبوا المسلسلات، بيحبوا الأعمال الدرامية، بيحبوا الأغاني الإذاعية. معي الكاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العاطي، نائب رئيس تحرير جريدة المساء. برحب بك يا فندم، أهلا بيك وسهرة سعيدة إن شاء الله. أهلا وسهلا، وكل سنة حضراتكم طيبين. وإنت طيب. لما نتكلم عن الراديو وتأثير الراديو على كل المستمعين وعلى حضرتك، هنتكلم عن تأثير الراديو في المناسبات الوطنية. بالنسبة للمناسبات الوطنية، طبعا طول عمر الراديو، الإذاعة المصرية والراديو يعني تحديدا، ما بتفوتش أي مناسبة أو أي فرصة إنها تحتفل وتحتفي بالمناسبة دي، وبتبدأ حتى بقبلها بيومين ثلاثة كمان، مش في نفس اليوم، بقبلها بيومين ثلاثة. وإحنا سمعنا كده من زمان وإحنا أطفال طول عمرنا، ما حد حتى هذه اللحظة. ومنها إحنا إن شاء الله داخلين على طابة واحتفالات طابة يوم 19/3 19 مارس. وطبعا أنا عارف إن أنتوا يعني بتقوموا بالواجب وعارفين كل حاجة وعارفين قدر هذه الاهتمامات للشعب المصري والعربي عامة. قدر سيناء وطابة دي حاجة جميلة، قدر سيناء مصرية. وقيمة سيناء في هذا الوقت وفي هذا الزمن تحديدا، سيناء جميعها دفعوا في جنودنا دمائهم. فبصراحة، وأنا على طول على فكرة، أنا دايما في أغلب مقالاتي دايما أنا واقف بجانب الجندي المصري، وتحديدا في سيناء، علشان الإرهاب اللي بيهاجمنا وخاصة في سيناء يعني، فلازم لابد جميعا أن نقف إذاعة وصحافة وتقريبا وكافة الشعب المصري أو كل الشعب المصري لمواجهة هذا الإرهاب ضد أخواتنا وولادنا وكل من يعمل في القوات المسلحة. طيب أستاذ محسن، طالما احنا جبنا سيرة سيناء وطابة، ايه رأيك بقى نبتدي بحاجة جميلة إذاعية ونهديها للسادة المستمعين، ونقول كل سنة وانتم طيبين وقواتنا المسلحة بخير ومصرنا الحبيبة بخير. هتختار ايه؟ اختار في المناسبات دي افتكر على طول الفنانة المحترمة شادية، واغنية تكون جميلة لها كده عن سينا رجعت كاملة لينا، سينا رجعت كاملة لينا، مصر اليوم في عيد، ومصر اليوم في عيد، ويا رب تفضل مصر في عيد كل يوم ان شاء الله ان شاء الله. بالسلام بالسلام، حقنا عاد بين ايدينا
بالتمام بالتمام ألف ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام حقنا عاد بين ايدينا بالتمام بالتمام واحنا حنصون في عينينا عالدوام 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 اصلي ما في الكاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العاطي نائب رئيس تحرير جريدة المساء. بعد ما افتتحنا سهرتنا بتهنئة لقوات المسلحة ومصر اليوم في عيد وإن شاء الله دايما مصر هتكون في عيد، نتكلم بقى عن الراديو وتأثيره. أنت حضرتك بتقول من صغرنا، يعني أنت اللي فتحت المجال. طيب وأنت صغير كنت بتسمع إيه وتأثرت بيه؟ وكمان عايز أعرف بلد حضرتك إيه؟ اولا انا بلدي دمله مركز بنها اليوبيه، واتشرف ان اكون من قريه دمله، قريه العلم وقريه الكتاتيب الكتاب يعني اللي هو له الفضل علينا، مش عليا لوحدي، علينا على مجموعه كبيره من الشباب اللي منهم الاطباء والمهندسين والصحفيين وكل المجالات. لان هو منشانا كان الكتاب. الكتاب ده مهم قوي على فكرة. طبعا كان الواحد بيخاف، ما بيخافش من والدته ولا والده، ويخاف من سيدنا. وبالمناسبة أنا يعني بهدي سلامي لشيخي وأستاذي ووالدي وكل حاجة، سيدنا الشيخ سيد أبو عبده. ربنا يديله طولة العمر يا رب. هو كان الشيخ في الكتاب، صاحب فضل كبير علي وعلى إخواتي وعلى كل شباب البلد. كويس. على فكرة يعني كوكب الشرق أم كلثوم دخلت الكتاب، طه حسين كان في الكتاب، يعني كبار وعمالقة الفن والأدب في مصر. كل من غنوا أو تغنوا أو كتبوا قصائد لو بحثت عنهم تجدين أكثرهم كتاب، بدايتهم الكتاب. وعلى فكرة احنا بنلاحظ حاجة حاليا دلوقتي في الفيسبوك وكده، انا دايما كل لما اكون كاتب حاجة ويجي حد يعلق لي بلي اخطاء املائية، الهمزة مش عارف بيحطوها على ايه. طبعا اللي بيفرق في كده اللي دخل، اللي هو اتعلم وهو صغير في الكتاب، والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. صح. دي قاعدة معروف. فانا عشان اتعلمت في الكتاب اعرف ازاي كل الهمزات والحاجات دي كلها، الحاجات الاملائيه والنحويه والالف والالف. طبعا والحاجات دي لما كبرنا بقى لها كتب. احنا كنا صغيرين بنقول الكتاب بس، اتعلمنا فيه كل حاجه. لما كبرنا ودخلنا الكليات ودخلنا المدارس السنه وكده لها كتب، النحو والصرف والبلاغه والتعبير وكل الحاجات دي كلها كانت متجمعه في حاجه اسمها الكتاب، كتاب القريه بصريح العباره. يعني محو الاميه
كان كتاب بيمحو أمية العديد والعديد. أو بمناسبة محو الأمية كان في برنامج أيوة. بيتذاع في الإذاعة، البرنامج ده يا أهل بلدي. يا أهل بلدي ورقة وقلم ومراية. أنا بصراحة مش عارف هل هو لسه بيذاع لحد دلوقتي. لا ما بيتذاعش خلاص. لا حرام. أنا اللي بقوله بقول حرام والله. المفروض دي أسس ودي أساسيات الإذاعة، وده وجهة نظري. المفروض الأساسيات دي اللي هي برامج محو الأمية، ليه احنا بعدنا عنها او ليه يعني اهملناها او سيبناها؟ الله يرحمه الاستاذ عبد البديع محاوي، الله هو اللي كان بيقدمه مع انه كان مهم جدا. انا بعتبر البرنامج ده تراث اذاعي، انا بعتبره تراث اذاعي، والتراث ده يجب على القائمين بالاذاعه والتلفزيون. اي برنامج تراثي او اي برنامج قومي، انا بعتبره كمان برنامج قومي في الظروف اللي احنا فيها دي، ده حتى كمان يساعد على محو أمية عدد كبير من الناس في فئات الشعب. ايه رايك اسمعك جزء من هذا البرنامج الرائع؟ يا ريت. اللي بنتمنى ان هو يعود تاني. ده انا بفتكر لما اسمعه افتكر ذكريات سنين سابقه. يا اهل بلدي كل مكان من المنزله لبيت اسوان، يا اهل بلدي كل مكان من المنزله لبيت اسوان، ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصه لسه قدامكو، من غير ما تغرموا ولا مليم اذاعتنا ناويه تعلمكو، بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس الميعاد، وتحضروا من فضلكم ورقه وقلم ومرايه، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير على اهل بلدي في كل مكان، الدارسين والدارسات اللي ويانا، والمشرفين ومشرفات الزملاء بتوعنا، وكمان بنحيي ونرحب بالدارسين والدارسات الجداد والمشرفين والمشرفات الجداد. واحنا يا اصدقائنا الجداد بندرس حرف جديد، هو حرف النون. النون نقطة من فوقيها. درسنا طريقة كتابة النون اولا، وبعدين خدنا اول حالة من حالات النون ونطق بيها، اللي هي النون فتحة وتنطق نا. مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 يا نبي يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 يا نبي يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 مدد. أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدد، شاهدت نورك يا نبي زاد المدى، مدى يا نبي يا نبي يا نبي مدى. وخدنا كلمة يا نبي نكتبها مع بعض دلوقتي عشان ايدكم تمشي في الكتابة. نكتب كلمة يا نبي. يا نبي نتحجها، أظن عارفينها دلوقتي، نتهجها بقى. يا نبي يا يه ألف، نبي نا اللي هي النون عليها فتح، نا بي ب يه. افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا. الكاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العاطي، نائب رئيس تحرير جريدة المساء. نتكلم بقى عن الراديو وبرامجه وانت صغير في السن، غير بقى ورقة وقلم ومراية وخلوا بالكم معي. كان بيعجبني في الراديو، كان والدي الله يرحمه كان بيحرص على انه دايما فترة الصباح، فترة الصبح كان قبل ما يروح شغله، كان دايما يسمع البرامج اللي هي برامج الصباحية، وكان بيسمع طبعا زي كلمتين وبس. ده برنامج من البرامج الناجحة جدا لا تنسى. وطبعا في برامج كتيرة الإذاعة
عامة يعني سباقة فيها وطول عمرها، ومنها برضو برنامج كانوا بيجيبوا حتى فيه كل حاجة، كل الجديد كله، مش للست المصرية بس، ده كانوا بيجيبوا لكل حاجة في البرنامج ده. كان فيه فقرات كده وصف الأستاذة صفية المهندس، ربات البيوت. ربات البيوت، الله يكرمك. طيب أنا البيوت. يعني أنت دلوقتي دخلتني في كذا حاجة. طب أنت نسمع كلمتين وبس، جزء منها؟ نسمع كلمتين وبس. طيب. للراحل العظيم فؤاد المهندس، وبعدين كلمة الأستاذة صفية المهندس إلى ربات البيوت. البيوت إلى ربات البيوت. كلمتين وبس. في قصة قديمة عن راجل حكيم وكبير في السن. الراجل ده كان عنده أولاد، حس إن أجله دنا، قال لنفسه ضروري أسيب وصية لأولادي. جمع ولاده وقال لهم يا ولاد أنا حاسس إن كبرت في السن وقربت أرحل عن عالمنا، أنا ما سبتش فلوس عشان تورثوها، إنما أنا هقول لكم على حكمتي، هسيب لكم أصول الحكمة بدل ما أسيب لكم أصول في البنوك. قالوا له اللي تشوفه يابا، قول لنا عايز تسيب لنا ايه. قال لهم هاتولي حزمة من عصيان خرزان. نده ولاده السبعة جم، ودى الحزمة لابنه الكبير، قال له خد اكسر العصيان دول. ابنه الكبير مسك حزمة العصيان وحاول يكسرها، حاول يكسرها بايده، معرفش. حط الحزمة على قصبة سرجله وحاول يكسر الحزمة بإيده، معرفش برضه. حط الحزمة على رجله من تحت وحاول يكسرها بإيديه ورجليه، ما استطعش. قعد يعافر في الحزمة إنها تنكسر، ما انكسرتش. إدى الحزمة لأبوه وقال له مش قادر أكسرها. الأب إدى الحزمة لابنه التاني، حاول معاها ما قدرش. إدى لابنه التالت والرابع لحد ابنه السابع. الولاد كلهم فشلوا يكسروا الحزمة. الأب الحكيم مسك الحزمة وفكها وإدى لابنه العصيان مفكوكة. الابن مسك كل عصاية وكسرها نصين، كسر العصيان كلها. الأب قال لولاده انتوا زي العصيان دي، لو اتحدتم وتماسكتم وفضلتم مع بعض محدش يقدر يكسركم أبدا. أخواتي المستمعات، تلعب الغيرة دورا في حياة الناس، وخاصة في العلاقة بين الزوجين في مقتبل العمر، ومنهم من يرى فيها ظاهرة صحية تعني شدة الحب، ومنهم من يرى في التمادي معها ما يهدد الحياة الزوجية نفسها. منذ أيام طلعت بحثا علميا عن الغيرة، قال فيه العالم صاحب البحث إن الغيرة نوع من أمراض النفس، وهو مظهر من مظاهر اعتلال العقل، ويحتاج لعلاج طبي متصل. يقول العالم صاحب البحث إن المصاب بهذا المرض يجنح لإساءة الظن والشك في كل ما يصادفه في حياته، حتى العطف الذي يراه من الآخرين يتشكك فيه ويسيء الظن، وقد يترجمه بينه وبين نفسه إلى نوع من الإهانة لشخصه، ويرى في الناس جميعا أعداء، ولكنه يخفي مشاعر هذه باللطف والحياد السلبي في معاملة الناس مع إضمار العداء والأذى. ويفترض المصابون بهذا المرض أحد الناس جميعا مذنبون، ولكنهم يخفون هذا الافتراض عن أنفسهم ويثيرون الخلاف بينهم وبين الآخرين لأوهى الأسباب، ولو لمجرد الخلاف في الرأي.
وما لم يكن الطرف الآخر من مؤيديهم بالحق أو بالباطل فإنهم يعتبرونه من الخصوم والأعداء. إخوتي المستمعات، إن الغيرة شعور طبيعي مألوف في الأصحاء ما لم تكن أسلوبا راسخا في الحياة، فعندئذ تصبح نوعا من الشذوذ أو الانحراف أو المرض الذي أشار إليه من قبل عالم النفس. لهذا لابد من مصارحة الطرف الآخر بها، فالمصارحة كما هي في الحياة العلاج الحقيقي الذي يجلو الأمور ويعيد الصفاء والهناء والسعادة للبيوت. سيدتي أنساتي، صبحوا بالخير. أستاذ محسن، أنت قلت لي كنا بنسمع إلى ربات البيوت والأستاذة صفية المهندس. أنت كنت بتسمع إلى ربات البيوت؟ كنت بسمع إلى ربات البيوت مع الوالدة يعني؟ الله، مع الوالدة، الله يرحمها، مع الوالدة. ولما كبرت ما زلت يعني بتسمع؟ وما زلت والله. لكن أنا طبعا الإذاعة بحرص أن أنا أسمع أي حاجة في الإذاعة، حاجة في الإذاعة، وبالذات البرنامج العام. أشكرك. الكاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العاطي، نائب رئيس تحرير جريدة المساء. الحقيقة طبعا يعني هو أنت فرحتني وشرفتني أنت بتقول، وخاصة البرنامج العام. طالما بنتكلم عن البرنامج العام وطالما أنت بتتكلم عن ذكريات إذاعية جميلة، ليه ننسى بابا شارو محمد محمود شعبان وألف ليلة وليلة؟ ليه ننسى الأعمال الدرامية؟ ليه والسباعيات؟ أنتوا مش عارف يعني الإذاعة ليه ما بقتش تعمل السباعيات؟ لا بتعمل برضه، بتعمل سباعيات دلوقتي؟ لا بس قديمة يعني المسلسلات بتعملها كسباعيات. السباعيات يعني رأي الناس بقى موجودة. وبعدين دايما أنا بصراحة اللي أنا لاحظته من خلال عملي الصحفي، أغلب يكاد يكون كل الفنانين والممثلين في مصر بيفرحوا وبينبسطوا لما بيجوا يقدموا عمل درامي في الإذاعة، حبا في الإذاعة المصرية. ونحط تحت ديت 500 خط. انت متاكد من لان انا بقعد معاهم بقى، انا بقعد معاهم بقى بعيد عنكم يعني، بنبقى قاعدين بعيدا مع الفنانين، ولما بكلمهم بصراحه بينبسطوا وبيتمنوا وبيفتخروا ان هم جايين يسجلوا حاجه دراميه، حتى لو كان برنامج درامي للاذاعه المصريه. وممكن يكون ما بيدققوش في المبلغ في بتاعهم بصراحه يعني، وده يشكر، هم يشكروا عليه يعني. ارجو ذلك يعني، يا ريت يا ريت. لا هما بصراحه. طب هنسمع ايه دلوقتي؟ حاجه من الحاجات اللي انت تتذكرها قديما. الحاجات اللي اتذكرها في اغنيه لصباح الاغاني تقريبا بقى. اسمها عشقه، عشقه وغلبله. ايوه الاغنيه دي جميله قوي. على فكره الاغنيه دي معموله في فيلم، عشقة وغلبانة معمولة في. تحب بقى تشوفها في الفيلم ولا تسمعها في الإذاعة؟ لا أسمعها، لأن زمان وأنا صغير سمعتها في الإذاعة. وبجانب بقى صباح في طبعا الدكتوره المحترمه المطربه الكبيره عفاف راضي. انا عارفه ان انت بتحترم عفاف. يا سلام. عفاف راضي بقى يعني ليها معاك ذكريات جميله ان انت بتحترمها وبتحترم صوتها جدا. وطبعا بجانب ان اغنيها جميله جدا، هي اغانيها كلها بتعجبني. في اغنيه لها تسهيل، تسهيل ورزق، ورزق على الله. جميل، هو دايما الرزق على الله طبعا، وطول عمرنا لا ومتفائله يا حلاوه بكره. تسهيل. ما ننساش برضو ان عفاف راضي اشتركت مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي والراحل سيد حجاب، وعملوا اغاني للاطفال من اروع.
المفروض المسؤولين يكرموا هذه الفنانه عفاف راضي المحترمه. احنا بنكرمها برغم الصراحه، ولكن انا بقول المسؤولين يعني مثلا وزاره الثقافه وكل الجهات المتعلقه بهذا الشيء. انت بقى تكتب بقى في مقالاتك ان شاء الله، واحنا هنساعدك ان شاء الله. الكاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العاطي نائب رئيس تحرير جريدة المساء، أنت كلمتنا عن الأغاني وكلمتنا عن البرامج، بس يمكن نسيت تكلمنا عن الأعمال الدرامية الغنائية، أمثال عوف الأصيل وإسم أنت إيه رأيك فيها؟ ما كنت بسمعها بالليل دايما، وفي سمارة دي سمارة ده مسلسل الناس كلها بتتكلم عنه وفي كل حلقة من حلقات برنامجي لازم يقولوا لي سمارة. طيب يعني إحنا هنسمع سادة المستمعين إيه دلوقتي؟ سمارة. هذه هي سمارة. سمارة برنامج نقدمه لكم في حلقات يكتبها عبد المنعم السباعي ومحمود إسماعيل ويخرجها يوسف الحطام. سمارة زهرة برية نشأت وترعرعت في جو أسود رهيب مدخم بأوزار الجريمة وذنوب الفقر وأخطاء الحرمان. كانت تحمل بين جنبيها قلبا متحجرا، لانت أمامه أقسى القلوب حتى قلب سلطان طاغية الحي الذي يتاجر في السموم السوداء تمده بها شخصية كبيرة.
وذهب سلطان ليقابل هذه الشخصية الكبيرة، وعاد إلى الحي ليسأل عن سمارة، فعلم أنها تشاجرت في سينما الحي مع أحد الشبان، فأقسم هذا الشاب أن ينتقم منها، وخرج من منزله يحمل سكينا كبيرا. مش عاوز تقول مين؟ افتحي افتحي بقولك. الله مين؟ انا حسني. افتحي. وعاوز ايه يا روح ماما؟ عاوزك افتحي. مش هفتح. مش هتفتحي؟ طب هفتح انا. هتكسر الباب. وهكسر قلبك يا تاويش يا تاويش. مفيش حد هيعتك من ايدي ابدا، لازم اخلص عليكي واريح الحته كلها منك. يا عم عبده، يا عم حسين. يا حسني يا حسني يا حسني يا حسني يا ابني، حرام عليك. ارجعي انت ياما ارجعي. يا ابني حرام عليك، معلش علشان خاطري، ارحم نفسك يا حبيبي. دي خربت بيتي يا امه وبيوت ناس كتير في الحته. يا ابني ربنا ينتقم منها. معلش يا ابني، ما تدوخش نفسك في 60 دقيقه، ما توديش روحك في دقيقه علشان خاطر واحده زي دي. لا يا امه لازم اذبحها. اذبحني انا احسن يا ابني، انا من غيرك ما اقدرش اعيش، انا كبرت خلاص يا حبني يا ابني، مش هقدر اعيش لو خدوك مني. وايه تاني عايز تتكلم عنه عن الراديو؟ عايزاه بقى حاجه اثرت فيك ككاتب صحفي. ده كان في اعمال دراميه الاذاعه كانت بتذاعها، كان بتبقى فيها لما تسمعيها تبقى فيها عظه وعبره. ما هي زي اسم وعفر اصيل الامانه، عظه وعبره. طب ما احنا برضو عايزين الصفات ديت الاطفال والشباب اللي طالعين، مش عارف يعني، انا اسف يعني، بعضهم نقول البعض طبعا ما بيقراش كتب، نعرفه حتى يسمع يعرف الاصول بتاعتنا ايه. انت عايز يعني نعمل حاجات جديدة ولا نعيد اذاعة هذه لو قدر لو عرفنا نعمل حاجات الجديدة ماشي، حسب امكانات ما عرفناش، يبقى في حاجات، الحاجات ديت انا بعتبرها تراثية ووثائقية للاذاعة، تتذاع تاني ايه المانع؟ ما هو في برامج وفي حاجات ممكن اذاعها طول العمر منها هذه الاعمال. هو سعوف عنده حاجة وحشة؟ بين الحريرة سعوف والنبي يستاهل الخير، اسمه الأصيل وهو أصيل. عوف عوف، أتريه واكل عقول الناس كلها؟ أما نشوف إيه حكايتك يا سعوف يا أصيل. السلام عليكم يا سعوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا معلم، قهوة ولا شربات؟ لا كتر خيرك. الشربات للي جنبنا عنده عناب معتبر. اللي يجي منك كله حلو. اسمع يا ابني. على ايه بس؟ ملوش لازمه. هات لنا سطل عناب. شرفتنا يا معلم. الله يحفظك. والله يا سعوف انت اسر الجميع بذوقك وشهامتك. العفو يا معلم. انا اصلي شفت زحمه الصبحيه شغلاك، قلت استنى لما السوق يروق عشان اكلمك كلمتين. يا اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. بقى محسوبك سيد طبوش العكر. ابن المعلم طبوش العكر اللي كان فاتح مسبغه في ضرب الزنكلوني؟ ايوه عليك نور. طب ده احنا معرفه قديمه قوي يا اخي. ده والد الله يرحمه ما كانش يصبغ الحرير الا عندكم. امال قفلتوا المسبغه ليه؟ اصل ابعد عنك طمع الدنيا يعمل اكتر من كده. بعد موت ابويا الشيطان دخل بين الاخوات وبعضها، قمنا قفلناها وكل واحد راح لحاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضل العناب يا معلم سيد. الحمد لله. هنية. الله يهنيك. أمال المعلم بيشتغل في إيه دلوقتي؟ والله عندي حتتين ملك قاعد عليهم. وهي الحمد لله مستورة. الحمد لله. طيب يا أخي ما تفتح المسبغة تاني لوحدك، يمكن ربنا يفرجها عليك. يا ريت. يا ريت الاقي اللي يسلفني واعمل له رهنيه على البيتين. يمكن احنا ابتدينا بالراديو والمناسبات الوطنيه. بالنسبه للمناسبات الوطنيه طبعا الاذاعه طول عمرها بتحتفل بكل المناسبات الدينيه ومنها المولد النبوي الشريف. وبخلاف طبعا وقت لما يكون في والإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج والإسراء والمعراج، وقت لما يكون في رؤية واحنا مستنيينها في رمضان برضو. رمضان جاينا. زائد ان كمان نسيت اقول لك حاجه، ان الإذاعة المصرية بتحرص على انها تحتفل ب 21 مارس عيد الأم.
أيوة طبعا. وبتبدأ من قبلها كمان يعني. اللي بيعجبنا بتبدأ من قبلها بيومين تفكرنا، تفكر اللي مش اللي بيفتكرش. هما دايما الإذاعة المصرية بتقول إن شهر ثلاثة ده شهر المرأة. سواء اليوم العالمي للمرأة المصرية، اليوم العالمي للمرأة، عيد الأم. وإحنا كلنا بنقف بجانب المرأة المصرية لأنها تعتبر هي نصف البيت المصري. هي كده نصف البيت المصري. طبعا. يا ماما يا أمي يا ماجي يا ماما يا ماما يا ماتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي. الدنيا كرد وعايدة مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك النهاردة الدنيا كرد وعايدة مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك والكون بقى جوا بيدك وانا قبل الكل جيدك وفتح أقول لك صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي. الكاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العاطي نائب رئيس تحرير جريدة المساء. سهرة إن شاء الله جميلة قوي، وأنا بقى في نهاية هذه السهرة عايزة أطلب منك طلب إن أنت تختار عمل، سواء أغنية سواء عمل فني، أي حاجة، وتكون هديتك للسادة المستمعين. أنا بس أحب أغنية لأم كلثوم. أنا أم كلثوم عاشق لأم كلثوم، ده غير الفنان عفافراد. وعاشق لأم كلثوم وكل أغانيها، كل أغاني أم كلثوم، لدرجة أن أنا من حبي ليها لما الموسيقى بتبدأ بتاعتها المقدمة إذا ما عرفتش اسم الأغنية أحس أن أنا بليد. والله يا أغنية كلها حلوة، بس أنا أختار أغنية من أجل عينيك. عشقت لها جميلة. من أجل عينيك عشقت لها I'm
كاتب الصحفي الأستاذ محسن عبد العاطي، أنا بشكرك جدا جدا، كل سنة وانت طيب ودايما بخير، ودايما مصرنا بخير بإذن الله، وأشكرك جدا على هذه السهرة. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والبرنامج العام طيب، وكل سنة ومصر كلها بكل خير وفي أمان يا رب. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.